ونروح على خبر آخر، بس راح نرجع به لواقعنا المرير مع الأسف. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي واقعة غريبة ومأساوية، اللي هي شجار بين مجموعة من الشبان بسبب شنو تتخيلون؟ الرقي. أسفر هذا الشجار عن مقتل شقيقين وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين في منطقة حي البساتين شمالي بغداد. أكو فيديو لهذه الحادثة، خلونا نشوفه. طبعا هذا الفيديو دولته عدة صفحات هذا الخبر، ولكن كل اللي نعرفه ومتأكدين منه أنه صار بسبب الرقي. البعض يقول بسبب بيع الرقي بسعر منافس، والبعض الآخر يفترض أنه الخلاف قام بسبب مكان البسطية، لكن بكل الأحوال النتيجة واحدة، وهي بسبب الرقي زهقت الأرواح مع الأسف. خلونا ناخذ بعض التعليقات من قبل رواد موقع الفيسبوك تحديدا على هذه الحادثة. أول تعليق رح يكون ويانا على الفيسبوك من سلمان، يقول مع الأسف هكذا صار قتل الإنسان بالعراق بسهولة، على الرقي، على الدراجة، على أمور ليس بها أي معنى. السبب غياب القانون والعقوبات. ومستمرين بأخذ التعليقات على هذه الواقعة. على الفيسبوك أسعد يقول لكل عصر جاهليته، ونحن اليوم نجمع جاهلية كل العصور مع هاشتاغ للأسف الشديد. وأيضا تعليق أخير على هذه الحادثة، التعليق راح يكون على موقع الفيسبوك من سيف، يقول تدري شنو مشكلتنا؟ ثقافة ماكو، الناس وعت على قتل وتهديد وعشائر، إذا تمسه بحجاية قام يهدد عشائر وجماعات، وهسه أنت تشوف واقعنا، أي شي صار قبل قتل. طبعا اكيد مع يعني مع شديد الاسف انه هيك امور بسيطه ممكن تنحل ببساطه اكثر بكثير من اللي صار. ناسف على هكذا حوادث، ويا ربي الله يهدي الجميع، وان شاء الله الله يرحمهم.